أول حاجة كل عام وأنت بخير، خير مصر الإيد الأضحى، إن شاء الله تكون قضيت أيام حلوة وجميلة، ما تكونش نسيت الحضارة بالمناسبة. آخر حاجة درسناها عشان نتذكر مع بعض، درسنا اللي هو الدنيا و اوبتيك البامبنج عشان نعمل الريليشن انفيرجن، وهنا في عندي اللي هو الميرورز اللي هي ار 1 ار 2، و تعلمنا انه الاكتف ميديم بتوفر لي الجين، والميرورز بتشكل لوسز بالرغم من انها مفيده في وجود اللي هو الليزر. دور الميرور في الليزر هي الاوبتيكال فيدباك، والاوبتيكال فيدباك طبعا وظيفته يعمل عمليه اعاده لشعاع الليزر في داخل وجود الليزر في داخل التجويف حتى نوفر الطول تبع الماده، وبالتالي بدل ما استخدم انا الماده طويله كثير بستخدم عده رحلات رايح جاي في داخل الاوبتيكال ميديا. لما وضعنا الاوبتيكال ريزونيتور الميرور اصبح عندي في منحنى الجيم اصبح عندي اذا كان الويدث تبعه دلتا نيو اصبح عندي اللوسز الفا يحدد لي الليزر باند. الليزر باند اللي حسبناها في المحاضره اللي فاتت كان بتساوي دلتا نيو اللي بنتذكر او نيو 2 وهذه نيو 1، وجدنا انه دلتا نيو بتساوي وعشان ما نخربطش خلينا نسميها هذه الباندويث اللي هي نيو 2 ناقص نيو 1 بتساوي دلتا نيو جذر ان ماينس 1 جذر ان ماينس 1، حيث دلتا نيو هي عباره عن فول ويدث هاف ماكسيمم، ونيو 2 ناقص نيو 1 اللي سميناها الليزر باند. طيب مين ممكن يحكي لي ايش معنات الان؟ مين بتذكر؟ اللي هي الريشيو بين جين اند لوسز الان بتساوي جاما نوت في نيو نوت على الفا. اوكي؟ زين هي جاما نوت على نيو نوت، جاما نوت في نيو نوت على الفا. طبعا لاحظ هنا انه جاما نوت اللي هي الجين كوفيشنت، سمول سيجنال جين كوفيشنت، لكن عند مين؟ عند اقصى تردد، عند تردد الريزونانس نيو نوت. هذه سميناها جاما نوت وفي نيو نوت، وهذه سميناها مين؟ الفا. ومره ثانيه بذكر انه الالفا لا تعتمد على الفريكونسي، الالفا لا تعتمد على الفريكونسي، لكن الجاما نوت هي فانكشن اوف فريكونسي، واحنا اخذنا قيمه الالفا او الاسف الجاما نوت عند التردد النيو نوت. الالفا لوسز ايش بتساوي؟ مين بتذكر؟ الفا بتساوي 1 على 2 ان لين ايش؟ ار 1 على ار 1 ار 2. ال هي المسافه بين المرأتين، وار 1 هي ريفاتيفيتي ار 1 وهي ريفاتيفيتي ار 2. اذا هذه المعادلات كلها بتؤدي الى بعض، في النهايه بحصل على الليزر باندويث اللي هي بتحدد لي المنطقه اللي ممكن يحصل فيها ليزر. اي تردد اخر خارج منطقه الليزر في المنطقه هاي مثلا، هنا الشرط لا يتحقق، لا يوجد ليزر. ليش؟ لانه اللوسز اكبر من الجين، وبالتالي المنطقه او الليزر باندويث هي اللي بتحدد لي
تحدد لي المنطقه اللي بحدث فيها تكبير وبحدث فيها ليزر. اذا تحقق شرط انه الجيل اكبر من الوسز في داخل منطقه البانز. الميرور وجودها في داخل الليزر بالاضافه الى دورها في عمليه الامبليفيكيشن ايضا لاحظنا انها بتسبب لوسز، دخل موضوع اللوسز في الموضوع واصبحت الليزر باندويث اضيق على منحنى الجيل. كذلك الليزر في داخل غرفه الليزر يصبح في شكل انماط ليزر مودز. محاضره اليوم هنتكلم على ليزر مودز او انماط الليزر. طبعا في عندي نوعين من الانماط، النمط الاول له سبب والنمط الثاني له سبب. الاثنين وجدوا بسبب وجود المرايا. وجود المرايا كانوا مش موجودين، لكن وجود المرايا مرآة في الامام ومرآة في الخلف اصبح في داخل انبوبة الليزر ما يشبه الامواج الموقوفة الستاندينج ويفز. طبعا الامواج الموقوفة اللي بتتشكل هنا ممكن تكون نص موجة، ممكن تكون موجة كاملة، موجة نص، اثنين موجة. كل موجة من هذه الموجات او كل شكل من هذه الاشكال يسمى نمط اهتزازي. هنلاقي انه انماط الاهتزازية ما بين المرآتين يصل الى مليون نمط اهتزازي. اذا في عندي انا النمط الاول من الانماط الاهتزازية بنسميه اللونجيتيودينال مود او الاكسيال مود، لانها بتتكون على مين؟ على امتداد محور البصري اللي بيجمع المرايا مع بعض وشعاع الليزر بينطلق في اتجاه المحور البصري. هذه الانماط احيانا بتكون مفيده واحيانا يجب التخلص منها. رقم اثنين في عندي ترانسفيرس مود. ايش معنى ترانسفيرس مود؟ لو انت نظرت على الشعاع تبع الليزر بشكل مقطعي سوف تجد انه الليزر ممكن يكون سبوت. Very nice homogeneous distribution spot. او ممكن يكون على شكل حلقات زي كذا. او ممكن يكون على شكل هذه الاشكال المختلفه، هذه عباره عن ترانسفيرس مود. وهي تنشا نتيجه لوجود خلل، مش خلل، وجود مس الاينمنت ما بين المرأتين. اي مس الاينمنت بين المرأتين سوف يؤدي الى وجود احد الاشكال هذه. وبالتالي في المحاضرة الجاية في مقدمتها هجيب لكم مقطع فيديو هيورجينا هذه الأنماط الاهتزازية سواء كانت الجودل مود والترانسفيرس مود. لكن قبل ما نشوف التجربة خلينا نفهم الأساس النظري تبعها. وبالتالي إذا وجود المرايا تؤدي إلى تكون أمواج موقوفة داخل غرفة الليزر، هذه الأمواج الموقوفة تشكل ما يسمى بالجودل مود. وجود مس الاينمنت بتوين ذا ميرور على المحور، يعني المرايا المفروض كيف تكون؟ المرايا المفروض تكون مقابل بعض، هذه بنسميها الاينمنت اوف ذا ميرور. اذا صار اي خلل ما بين التو ميرورز سوف يؤدي الى تكون الاهداف او الاشكال المختلفه. بعض التطبيقات زي مثلا تطبيقات اللحام وال صهر المعادن او قطع المعادن، الاشكال هذه كلها بتأثرش كثير، ممكن اعملها فوكسنج باستخدام العدسه واستفيد من الطاقه العاليه تبعها. لكن الشكل هذا يدل على ان توزيع الانتنسيف تبعت الليزر بتاخذ بنسميها جاوسن ديستريبيوشن. ايش معنى جاوسن ديستريبيوشن؟ معناته انه الانتنسيتي للسبوت اذا كانت اخذت السبوت زي كده الانتنسيتي كيف بتكون عامله؟ في المركز بتكون اكبر ما يمكن وعلى الاطراف تضمحل، على الاطراف بتضمحل، وبالتالي بيكون الديستريبيوشن عامله بهذا الشكل. هذه بنسميها الانتنسيتي.